لقد أخبرتني البحيرة قصصاً رهيبة وعجيبة لم أكن لأتصور يوماً أنني سأسمعها. حتى البحيرة كانت تشعر بالوحدة يا صغيرتي. الجميع يأتون إليها ليسبحوا بمائها ويستلقون على ضفافها ويتمتعون بجمالها ويحفرون أسماءهم على أشجارها، ولم يكلمها أحد يوماً ليسألها عن حالها. منذ 1000 عام وهي تشارك الناس ضحكتهم وبكائهم، حزنهم وسعادتهم، تشهد قصص العشاق وقصص الفراق، تفرح لهذا وتحزن لذاك. منذ 1000 عام وهي تبحث عني في كل وجوه الزائرين لتكلمني. أرض المشاعر، تجدونه في معرض القاهرة الدولي 2022.